السلام عليكم شباب، لقيت بسوق المستعمل قطعة تحويل PS2 وعملت على سعرها، طلع سعرها ب 500 دينار عراقي. فهنا أنا قلت خل أخذها وأسوي عليها تجربة وأشوفها تشتغل أو لا. بعد ما أخذت هذه التحويلة هسه أبدي بصورة سريعة أنظف التحويلة حتى ما نواجه أي مشاكل. بعد ما خلصنا من التنظيف هسه أجيب قطعة OTG حسب نوع الجهاز، جهاز تايب سي فأجيبها تايب سي، أربطها بشكل مباشر بالتحويلة وأجي أخليها بالجهاز حتى نفحص التحويلة. نجيب جوستيك PS2 ونربطها بشكل مباشر بالقطعة حتى نشوفها تشتغل أو لا. مثل ما تشوفون بعد ما ربطناها اشتغل عندك هذا الإنارة باللون الأحمر. هسه نبدي ندخل على أي محاكي، راح ادخل على محاكي PSP ونستعرض وياكم أي لعبة حتى نشوفها الإعدادات مضبوطة أو لا. هسه بحصر لكم الأزرار ومثل ما تشوفون الاستجابة كلها صحيحة وما بها أي مشاكل، وإجا وقت الجيم بلاي حتى نفحص الجوستيك. تعالوا نفحص الجوستيك ويا التحويلة على محاكي ايثرز اكس 2 الخاص بتشغيل العاب PS2. However, Kratos soon found himself alone in one of this, shunned by his fellow gods.